تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من منافسة كان الكاميرون بضربات الترجيح على حساب كوت ديفوار ضمن مواجهة ثمن النهائي التي لعبت على أرضية جابوما بدوالا. وانتهت المباراة بتعادل سلبي بين المنتخبين. في مجريات اللقاء ضيع النجم المصري محمد صلاح فرصا كانت سانحة للتهديف، فيما تألق حارس الكوت ديفوار في صد عديد الفرص. وتجري في هذه الأثناء مباراة قوية بين المنتخب المالي وغينيا الاستوائية لرسم نفس الدور من كأس أمم أفريقيا. قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم عشية يوم الثلاثاء إيقاف جميع المباريات بملعب أولمبي بسبب المأساة التي راح ضحيتها 8 قتلى وإصابة 37 بجروح متفاوتة الخطورة في مباراة الكاميرون وجزر القمر حسب بيان للكاف. وذكر البيان أنه لن تقام المباريات إلا بعد تلقي الكاف تقريرا مفصلا وضمانات من اللجنة المنظمة بعدم وقوع أي حادثة مماثلة خلال المباراة القادمة. كما قررت نفس اللجنة نقل مباريات الربع والنصف النهائي إلى ملعب أحمد أديدو بياوندي. رد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو على اتهامات وجهت لبلده المنظم للكان مفادها التلاعب بتحاليل فيروس كورونا خلال منافسة أمم إفريقيا. وأوضح إيتو بأن الوكالة المختارة لفحص فيروس كورونا تابعة للاتحاد الإفريقي وليست تحت طائلة البلد المنظم الكاميرون. وأبدى نجم برشلونة حيرته لما بدر من التعليقات السلبية عن ملعب جابوما واصفا إياه بالعالمي. تفاعل نجم قنوات بين سبورتس الصحفي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي مع تغريدة اللاعب الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو الذي دعم فيها هذا الأخير بعد الحملة الممنهجة والشرسة التي شنت ضده من طرف بعض المغاربة. وعبر دراجي عبر حسابه في تويتر عن امتنانه وشكره على الدعم المطلق من قبل وادو الذي وقف وقفة رجال بعد الحرب الإلكترونية التي طالته من قبل المخزن وعملائه. بعد اعتذار قائد المنتخب الوطني رياض محرز للجماهير الجزائرية أمس الثلاثاء، انضم إليه متوسط ميدان الخضر حارس بالقبلة في تصريحات صحفية أين أعرب عن أسفه الشديد عقب الإقصاء. وكشف بالقبلة أنه كان يأمل في الذهاب بعيدا خلال الكان لكن الأمر لم يسر حسب توقعاته، ضاربا موعدا للأنصار في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام الكاميرون.